نفتح ملفنا للنقاش. التسوق الإلكتروني لاقتناء ألبسة العيد يعرف إقبالا كبيرا من المواطنين لما يوفره من مزايا، إذ يجدونه ربما بديلا عن التنقل بين المحلات، فيما يبدي آخرون تخوفا من عنصر المفاجأة في غياب آليات تنظيمية ورقابية. موضوع سنناقشه مع السيد مصطفى زبدي رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، ينضم معنا الآن وعبر الهاتف. صباح الخير سيدي، مرحبا. أهلا، صباح النور. صباح الخير سيدي الكريم. مع اقتراب عيد الفطر المبارك، مواقع التواصل الاجتماعي يعني تعج المتاجر والأسواق الافتراضية لبيع الملابس. صحيح سيدي أنه هذا لا يمنع من وجود كثير من منصات يعني بيع إلكترونية محترمة، خلينا نقول تتمتع بقدر من الثقة والمصداقية بين زبائنها، لكن أن هذا النوع من التجارة مؤخرا ونشوف أنه تقريبا أصبح يعني فوضى، يعني تجارة غير شرعية بحكم ربما أننا نعيش ونجد الكثير من التلاعبات، يعني مضاربة غير معقولة في الأسعار وتكاليف أيضا نقل باهظة، بالإضافة إلى سلع غير مطابقة للصور الأصلية المعروضة. سيدي، من تحملون مسؤولية هذه الفوضى؟ شكرا، لقد لخصت كل شيء في مقدمتك. بالفعل التجارة الإلكترونية أو التسوق الإلكتروني في الجزائر شهد تأخرا كبيرا إلى غاية إصدار القانون الخاص بالتجارة الإلكترونية، ولو أنه بصدور القانون كنا ننتظر أن تتم الأمور وفق آليات مضبوطة، ولكن للأسف فقط الفوضى. فكما هو معمول في الأسواق النظامية هو أيضا معمول في التجارة الإلكترونية، فيها ما هو فوضوي وللأسف الشديد. لازم نعرف أن التجارة الإلكترونية في حاجة إلى سجل تجاري لأجل ممارسة هذه النشاطات، ولكن للأسف ما نراه هي واجهات على مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك صفحات تضع منتوجات وتقوم بتسليمها. هذا لا ينقص من قيمة أنه هنالك كما ذكرت يعني مواقع يعني ذات احترافية وتعمل بنزاهة ونشجعها، ولكن للأسف ما نراه، وهذه ملاحظة، أنه كثرت الشكاوي مؤخرا حول الاحتيالات والخداع والمنتوجات الغير مطابقة والغير معلن عنها تزداد بالنسبة للمنظمة الجزائرية لحماية المستهلك. المسؤولية مشتركة، لأننا وضعنا قوانين دون أن نقوم بمتابعتها، وكذلك المستهلك يتحمل أيضا جزءا من هذه المسؤولية، لأنه لا يرى لا مدى احترافية هذا الموقع أو اعتماده، ويقتني المنتوجات ويستلمها دون حتى أن يقوم بمعاينتها ويقوم بدفع الأثمان، وأحيانا يقوم بدفع الثمن عن طريق حوالات بريدية دون أن يستلم المنتوج، وبالتالي هنالك جزء من المسؤولية يتحملها كل طرف. نعم، ما سبب هذه الفوضى بالتحديد؟ هل غياب آليات للرقابة الإلكترونية فقط؟ يعني سيدي الكريم نشوف أن الإجراءات المتوفرة حاليا ربما تشوفها كافية لحماية الزبائن؟ لا، نحن لابد أن نقوم بعملية تطهير بالنسبة لهذه الواجهات وبالنسبة لهذه المواقع. هذا هو الأمر. في وقت من الأوقات قامت المنظمة بمبادرة منذ 3 سنوات، وهو اعتماد هذه المواقع المعتمدة. يعني قمنا بنداء إلى جميع من يقوم بالتجارة الإلكترونية أن يتواصل معنا، ونقوم بوضع بطاقية يمكن من خلالها كل مستهلك جزائري أراد أن يتسوق أن يعود إلى صفحتنا أو أن يعود إلى موقعنا الإلكتروني ليرى أن إذا كان هذا المتعامل يعني معروف أو لا. هل تعلم كم عدد الذين تواصلوا معنا؟ 3 فقط. إذن الأمور يعني مريبة وأمور مخيفة، وهذا المجال هذا ما يزال خصبا، والمستهلك الجزائري شغوف يعني ومتطلع إليه وفيه عدة مزايا،
ولكن للأسف الشديد دخله كثير من المتطفلون، كثير من الناس الغير محترفون، وللأسف لو كانوا يقومون يعني بممارسة بيع وشراء وفق الأطر القانونية وفق ما نقول وفق الطرق الشريفة فقط لكان الأمر مقبولا، ولكن رأينا عدة اختلالات وعدة احتيالات وعدة تدليسات للأسف ذهب ضحيتها المستهلك. هل حان الوقت لتقنين هذا القطاع وضبطه من طرف الدولة؟ القطاع هذا مضبوط ومقنن وفيه امتيازات، لكن نحن في حاجة إلى عملية تطهير. من الصعب لأنك لما يتعلق الأمر بالأسواق الفوضوية يمكن أن السلطات المحلية مصالح الأمن تتدخل وتقوم بعملية تطهير، ولكن لما يتعلق الأمر بمواقع افتراضية بصفحات افتراضية هنا الأمر ليس بالسهل ويتطلب مجهودات. أعتقد أننا متأخرون نوعا ما، ولكن لا بد أن نقوم بهذه العملية أو أن نقوم أو أن نضع يعني بطاقية وطنية يمكن من خلالها أن يعود كل من يريد أن يقتني منتوجا من هذا الفضاء الأزرق أن يعود إلى تلك البطاقية وتلك الأرضية ليرى مدى احترافية هذا المتعامل. نعم السيد مصطفى زبدي، صحيح أن الشراء عبر الإنترنت يعني تقنيات حديثة حققت أرقاما توصف بالمهبة في كبرى الدول، لكننا نعيش كما تكلمنا يعني بيعا رقميا فوضويا لغياب الرقابة، تحايل وتجاوزات في البيع الإلكتروني، ومنه عدم إشهار الأسعار وأيضا المضاربة الواضحة فيها. هل نستطيع القول أن هذه الظاهرة تحطم الاقتصاد الوطني؟ طبيعة الحال تحطم الاقتصاد الوطني وتضر بالمستهلك الجزائري من حيث اختيار، من حيث النوعية، ومن حيث السلامة. لما نشوف أخي الكريم أن هنالك بعض المنتوجات ذات نوعية عالية يتم اقتناؤها بكميات كبيرة من طرف هؤلاء الذين يقومون بالبيع الإلكتروني ويضاعفون أثمانها، طبيعة الحال هذا خطر على الاقتصاد الوطني. لما نشوف أيضا أن بعض المنتوجات التي يتم ترويج لها على أنها ترويجات، على أنها منتوجات سليمة وآمنة وتعطي مفعول خاصة في مجال شبه صيدلاني، هذا أيضا خطر على صحة المستهلك. لما نشوف أنه هنالك ملايير يعني تدور في حلقة مفرغة خارج الإطار القانوني والنظامي، هذا أيضا خطر على الاقتصاد الوطني. نعم لابد أن نلتفت وأن نعير هذا الجانب اهتماما كبيرا لأنه فيه مصلحة المستهلك ومصلحة الاقتصاد الوطني. نشوف أيضا أنه بعض التجار صاروا ينقلون يعني البضاعة تحهم إلى منازلهم ربما مستغنين عن أعباء كراء المحل، وأيضا يشطبون السجل التجاري وبذلك يمتنعوا عن دفع الضرائب، وفي أثناء ذلك يرفعون الأسعار كما يريدون يعني في غياب خليني نقول الرقيب والحسيب. طبيعة الحال ليس هنالك نظام تتبع. الآن لما نشوف أي منتوج في السوق مثلا، منتوج صناعي أو منتوج أو أحذية أو ملابس أو عطور مثلا، لما يكون هنالك احتكار واقتناءه من طرف شخص واحد أو مجموعة من الأشخاص وبالتالي يتحكمون بالسعر كما شاءوا. رأينا منتوجات تباع في محلاتها الأصلية بسعر وتباع على مواقع التواصل الاجتماعي بأسعار مضاعفة، حتى أن أصحاب هذه العلامات تواصلوا معنا وأعطونا يعني معطيات يعني خطيرة. لما يجي هذا المنتوج ويوضع في المحل يتقدم كثير من الزبائن لاقتناء كميات هائلة، طبيعة الحال ليس للاستعمال الذاتي ولكن لإعادة البيع، حتى أن هؤلاء المحترفون يرفضون بيعهم خوفا على علاماتهم وخوفا يعني من أن تصبح يعني محل مضاربة، وهو ما هو واقع يعني للأسف الشديد. وبالتالي يعني لابد من أن يكون هنالك نظام تتبع، تكون هنالك رقمنة، كل شيء في الرقمنة أخي الكريم. نحن نتحدث عن تجارة إلكترونية وما زال ما عدناش الرقمنة التي يمكن من خلالها أن يعود المستهلك إلى هذا البائع ليكون لأي صفحة ولا أي واجهة أو أي موقع نديروا له رقم ولا نديروا له رمز يمكن من خلاله العودة إلى منصة وطنية لنعرفه مدى مصداقيته، مدى قانونيته، يعني رأي الزبائن فيه. للأسف نحن كل يوم نشوف صفحات الودها والأمر من ذلك أن تظهر أحيانا صفحات تقوم ببيع منتوج معين ولما تقوم ببيعه تختفي الصفحة. نعم تختفي الصفحة،
تحايل هذه الأمور يعني واجهناها في الواقع، ويصبح الأمر ماهوش تجاري محض، يصبح الأمر في حالة الجريمة الإلكترونية، وهنا يحتاج إلى التحقيق ويحتاج إلى مصالح الأخرى. ايضا باش نتحدثوا ايضا على الشراء الالكتروني وسلبياته، لانه يعني المشتكي يستاهل او المستهلك خلينا نقول يشتكي رفع الاسعار الى ضعف زياده على اعباء التوصيل، يعني زيادات غير معقوله في الاسعار سيد مصطفى زبدي مقارنه بالمحلات. اشكال اخر ايضا متعلق بتكلفه التوصيل، يعني بعد ما كانت ربما لا تتعدى مبلغ 300 دينار يعني مثلا في العاصمه ارتفعت حتى ل 500 دينار يعني حتى 60,000 ايضا وحتى ال 150 للولايات المجاوره، في اعتقد انه ابتزاز غير منطقي للزبائن، ويبرر ربما الباعة هذا الأمر بأن شركة توصيل هي التي رفعت الأسعار. أما الغريب سيد الكريم أنه في الموضوع هو رفض البائع إرجاع طلبية في حال رفضها الزبون بما لعدم مطابقتها مع تلك المعروضة افتراضيا، يعني حتى يجبر على تسديد ثمن التوصيل. هذا مشكل آخر سيد مصطفى زبدي. نعم شوف، مشاكل في هذا القطاع لا تعد ولا تحصى، وراك ذكرت يعني مثال لقيناه، يعني امر لما يتعلق الامر بتوصيل الى منطقه داخليه، وهذه حاله كانت عندنا يعني مؤخرا لما المنتوج وجد انه غير مطابق تماما للصوره والمواصفات التي كان معروضا فيها، ولما طلب اعاده هذا المنتوج يعني الزم المقتني أن يدفع ثمن إعادته، وعلى ندفع ثمن إعادته لما هنالك غش وتدليس وخداع على هنا نخسر. وربما أحيانا تكلفة اقتناء المنتوج وإعادته تكون أكثر من ثمن المنتوج في حد ذاته، إذن هنالك أمور يعني غريبة. للأسف الشديد نحن ما نقوله أنه على المستهلك، وهنا هذه نصيحتي وهو هذا هو مربط الفرس، على المستهلك إذا شاف منتوج وعجبه أراد أن يقتنيه عليه أن يقارن، هذه أول حاجة. ثانيا لا يقوم بدفع سنتيم واحد إلا بعد معاينة المنتوج، لما يصل المنتوج إلى بيتك خذ كل وقتك، افتحه أمام ذلك الذي قام بالتوصيل، افتحه عاينه انظر إليه جيدا، إذا رأيته مطابقا مثل الصورة أو مثل المواصفات قم بدفع الثمن، أو إلا أعد إرجاعه وليكن ما يكون ونرافقه في كل الإجراءات الإدارية والقانونية. ولكن عندما يعني يأتي المنتوج مغلقا مغلفا يدفع ثمنه وثمن التوصيل ثم يدخل إلى بيته لأجل فتحه، طبيعة الحال سوف يجد مفاجآت، ووجد المواطن الجزائري مفاجآت في هذا المجال. كذلك الخطأ الثاني الذي يقع فيه إخوتنا وهو الدفع ثمن هذا المنتوج المشترى إلكترونيا بحوالة باردية، بمعنى أنك راك دفعت، راك شريت، نقولوها بصريح العبارة وعندنا يعني جملة عامية معروفة، راك شريت الحوت في البحر، بمعنى أنك راك دفعت وخلصت ولم ترى بضاعتك. الأمور مختلفة، حتى المواطن عنده جزء للأسف الشديد، يعني يبقى الأفضل سيد مصطفى زبدي أن يتنقل المستهلك إلى غاية الأسواق والمحلات للتبضع، بإمكانه ربما مراقبة ما يريد شراءه لتأكد حتى من جودة مشترياته حضوريا يعني. لا شوف أخي الكريم، نحن ملزمون أن نذهب إلى التجارة الإلكترونية، محتم علينا أن نذهب إلى التجارة الإلكترونية، وفيها فوائد التجارة الإلكترونية. نعطيك فائدة فقط مؤخرا شفناها. التجارة الإلكترونية كان هنالك بيع بعض المواد كانت ناقصة في السوق وكانت عليها ازدحام في السوق عن طريق التجارة الإلكترونية، إذن فيها فوائد. والتجارة الإلكترونية هي التجارة السائدة والغالب عليها الأمر الآن في العالم، قليل أن الإنسان يروح يتسوق يعني إلا إذا كان منتوجا جديدا يبحث عنه أو لأجل يعني نقولها بالعامية لأجل التحواس، ولكن كثير من المنتوجات اللي هو معتاد أنه يقتنيها في أيام الأسبوع لا يقدر أنه يقتنيها عن طريق التجارة الإلكترونية بكل هدوء وبكل أمان وبكل سلامة. ولكن للأسف دخل كثير من الطفيليون لأنه قطاع مربح، لابد أن خاصة في مثل هكذا مناسبات، يعني مع اقتراب عيد الفطر يعني شفنا أنه يعني في إقبال كبير على يعني النوع من هذا التجارة سيد مصطفى. بالفعل لأنه أحيانا العائلة الواحدة اللي باش تقتني لأطفالها
وحتى تجد يعني كما يقول لك الشكل المناسب والقياس المناسب، أحيانا تجد نفسها ملزمة بالخروج مرتين أو ثلاثة، ولكن عن طريق البيع الإلكتروني عنده واجهة، راه في بيته ويشوف عدة صفحات عدة مواقع ويجد ما يريده. إذن هنالك لجوء يعني نظرا لأن مهما كان الآن رانا في 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 عصر التقدم عصر الرقمنة، إذن التجارة الإلكترونية تسهل خاصة على العائلات إذا كان الزوج والزوجة يخدموا تسهل عليهم كثير من الأمور، وبالتالي كاين هنالك رواج بالفعل وكاين هنالك إقبال وسوف يتزايد هذا الإقبال، فقط لابد أن نضبطه ولابد أن نضعه في إطاره السليم. شكرا جزيلا لك السيد مصطفى زبدي رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك على كل هذه التوضيحات والنصائح التي قدمتها للمستهلك الجزائري. شكرا جزيلا لك ويوم موفق سيدي. شكرا.